السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. كما وعدتكم فايت قلت لكم نحط لكم الطريقة تاع الكريمة السائلة اللي خدمت بها لاجينواز الرائعة هذه، وما تصلحش غير لاجينواز برك، تقدروا ديروا بها شحال من حاجة. من بعد نقول لكم في آخر الفيديو. نبدأ على بركة الله. وش عندنا هنايا؟ هذو المقادير يخرجوا لنا 800 واش غرام تاع الكريمة السائلة. عندنا زوج كيسان تاع حليب عادي، هذاك تاع الساشيات نورمال يكون من زوع الدسم. نزيدوا له كاس تاع حليب غبرة، نفس الكاس تكيلو به، ومن بعد نزيدوا له الزيت اللي هي كاس ونص. درك ندير كاس، من بعد نزيد نص لاخر، نخلط مليح بالميكسور، من بعد نولي نزيد زيت تدريجي. علاه درت القرعه هذه؟ لانه ليكيد، والطاس هذاك تاع الميكسور صغير. طبعا لو كان ديروا كميه صغيره تقدروا ديروا في الطاس تاع الميكسور، بصح درت القرعه قصيتها لفوق تسمى غير كيما يدخل لي الميكسور برك، ودرتها باش ما تطير ليش بزاف هذاك اللي كي داكم تعرفوا يقيس الماعن، يقيس لك قشك، مهم مع فيه الزيت يدير حالة. نخلطوها هكا على الاول، خلطنا الحليب غبرة مع الحليب ليكيد باش يتنحاو لنا هذوك الحبيبات، يجي رطب، يجي تجي لا كريم تاعنا رطبة. من بعد نزيدو الزيت. الزيت تقدروا ديروها كيما درتها لكم في المايونيز فايت، تطلقوها فيلي ولا تفرغوها كيما هكا. انا كي عاد القرعه تهرب لي ومع التصوير وكلش موالفه نخدم بهذيك الطريقه تاع نعود نفرغ وهي هربه كيما هنايا، نعود نجري فيه قابعه. هي من المستحسن انكم تطلقوا الزيت فيلي وانتم راكم تخلطوا، والكريمه السائله تاعكم راهي واجده، ما ديروا لهاش الملح باش ما تبدل لكمش الكو تاع الحوايج. راكم من بكري راح نديروا الملح في الاول تاع لاباط ولا كيما هنايا. درتها في لاجينواز، درت بها الغاناش، ودرت بها ثاني تصلح في الحوايج المالحين. حندير برك تعقيب على لي طاخت اللي درتها من قبل. كاين بزاف قالوا لي باللي ما عندناش باتور ولا بيترا، ما تحتاجش الباتور. هاي هنا لا كريم درتها بالفوي برك، مش لا كريم، لا باتا كيك. عندكم لا كريم تصلح ثاني بالفوي. هي على الاول تخلطوا البيض بالفوي، من بعد توليوا ديروها، ديروا الخليط يبرد، ومن بعد تخلطوا. تقدروا تزيدوا الزبده بشويه وتخلطوها بالفوي عادي، ما من القناشه ويتخلط غير باليد، ما تحتاجوا لا باتور لا ميكسور. ما لا شونتيي تقدروا تستغناو عليها، تقدروا ديروها غير بلا كريم او بور كلاسيك. وثاني الكريمه السائله هذه تقدروا ديروها غير في القرعه برك وتخلطوها مليح. ديروا الحليب غبره مع الحليب الاخر، تخلطوه مليح بالقرعه، تقفلوها وتخلطوها، من بعد تزيدوا لها الزيت وتخلطوها مليح. انتم راكم تحصلين على كريمه سائله لا باتور لا ميكسور لا بيتخان، حتى تقدروا تستعملوها في الحلويات والموالح كما هنايا في فلاصوص بلانش. وبالنسبه للتوفير راح نتوفروا مبلغ كبير كي تخدموها في الدار، لانه الحليب استعملت غير الربع تاع الباكي، كاس تاع حليب قل من ربع. نديرو له لكان هو 32 ميل، ربع تاعو 8 ميل. زيدوا له 5 ميل ولا 6 ميل تاع الزيت، تاع كاس ونص تاع الزيت، وزيدوا له الحليب راهو غير ما كانش تما ما يجيش حتى 15000. راكم جبتوا فيها 850 غرام تاع الكريمه السائله اللي راحين تشريوها، راهي 200 غرام، باكي تاع 200 غرام يدير بديميل. هذه رخيصه طول لي لو ماتر، هذيك رخيصه طول. كان تشريو من الغاليه راكم راهي راح تجيكم غاليه بزاف. وكي تستعملوها في الحوايج هذو في لي غاناش في لي طاخت في الاخر راح توفروا على ارواحكم بزاف. وهكا لحقنا نهايه لا فيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.